بسم الله الرحمن الرحيم. اشتقت لكم كثير. ان شاء الله انا راجع قريب للمملكة، متحمس كثير للاشياء اللي في موسم الرياض وختام موسم الرياض. في اشياء كثير متحمس اني احضرها وازورها واشوفها، من هالاشياء الليلة السودانية، ومتحمس اشوف الفنان محمد الامين وبشوف بيطردني مع الجمهور ولا لا. ما شاء الله الحفلة سولد اوت في خلال دقائق. ما شاء الله اخواننا السودانيين ما قصروا. اليوم عندنا الليلة الفلبينية، ما شاء الله اكثر من 15,000 فلبيني ان شاء الله مشرفينا ان شاء الله في البوليفارد. في كمان ابغى اشوف الشغل اللي مسويته شركة اسمها ميدل بيست، هذا كلنا يتكلم عن شغلهم. خلونا نروح، ابغى اروح اشوف وش مسوي. يقولوا بانين 5 مسارح واني دنيا وعالم، احط وش يسمونها البندانة، بروح احط البندانة وبقص اقل تذكرة، هذه وش اسمها، تذكرة الوحوش هم يسمونها، واروح اشوف الديجيات. يقولون رابح وماجد وعمرو دياب وراشد وحمائي وكم فنان بيطلعون بيسوون ريمكسات مع الفنانين هذولي، والديجيات بتصير يعني حاجة للتاريخ. وكمان أبغى أشوف، تشرفت إنه حفل مؤسسة عكاظ إنهم طلبوا إنه يكون في خلال موسم الرياض وخلال على أحد مسارح موسم الرياض، وتشرفت إني إن شاء الله أكون أحد المدعوين. إن شاء الله بعدها راح أكون في حفل إن شاء الله عكاظ، مؤسسة عكاظ الإعلامية. أشكرهم، أشكر أخوي عبد الله صالح كامل على الدعوة. و يلا جايكم يا ميدل بيست، خلونا نشوف وش السالفة عندكم، ذولي شركة ذي من جتنا ذي. يلا الله يعين.